qu'il a déjà l'assurance, qu'est-ce que ça couvre si Ena, par exemple, l'hab Rodouane Sefer ونحب نضمن روحي انا في البلاد اللي مشيت لها بون بيان سور جو شوازي با ان بيي اون غير ولا ان بيي في حكايه هكا بيزار ولا تمشي في وسط ايموت وفي وسط واحد وتصير لك حاجه ومن بعد بون دونك اعطينا لاسيورونس اش فيها باهي الو كيس كيل كوفر ديجا اون كا دو داكسيدون دو مالادي تصير لك حاجه بيان سور ثما دي ديتاي نتاع تبداش ماشي عندك مرضى كبيره و وغاديك سيت اكسونتوي معناتها تصير لك حاجه اكسيدون مرضى فما بير دو باجاج ثم بون فما لو فولي جوريديك زاد كي تستحق حاجات جوريديكمون فما كيف كيف كل شيء شنو باغ اكزومبل تتشد في الحبس ولا تتشد نو مي كان بروبليم تو في ابيل ان افوكا واحد فما فما لو كوتي جوريديك زاد يدخل في في الواحد دونك بير دو باجاج لو روتار دي افيون فهمت هذيك حاجه اساسيه برشا فور لي فول ريغولي جو بونس Donc, ça couvre plusieurs trucs. Mais c'est important que l'arabe puisse être mertier, puisse y avoir les clauses déjà. Le coup, puisse être mertier quand il part en voyage. À la chater, ça arrive souvent, un accident, ou la perte de bagages, ou le retard en tant que tailleur.